قيل عن اليهود أنهم كانوا يعثرون بالمسيح أو يعثرون بالمسيح، وقد قيل وإلا من تأتي بسبب العثرات فكيف يعثرون بالمسيح؟ ده وإلا من تأتي بسبب العثرات لو كان هو السبب في العثرة، لكن المسيح ما كانش السبب في العثرة. هم كانوا بيقدسوا السبت ومش فاهمين يعني ايه سبت، مش فاهمين ان السبت ده يوم راحة، ان السبت ده يوم للرب، ان السبت ده يوم للخدمة. فلما المسيح كان بيشفي في يوم السبت كان بيقولوا، حتى قالوا للمولود اعمى لما شفاه يوم السبت قالوا له نحن نعلم ان هذا الانسان خاطي. ليه؟ لانه فتح عينين الاعمى في يوم سبت، فهم كانوا فاهمين غلط. فويل لمن تأتي بسبب العثرات، لو الشخص هو اللي تسبب في العثرة، لكن مش الفهم الخاطئ، واحد بيعسر نفسه بنفسه، فهم الدنيا غلط. يعني سوري، يعني ما اسمحوا لي اقول الكلمة دي اللي جاية، واحدة جميلة وواحد اعثر بجمالها، طب هي ذنبها ايه؟ هي ربنا خلقها جميلة، هو يعثر بجمالها، هو حر، هو العيب فيه هو مش فيها هي. لأن من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، إلا لو كانت هي مسببة ليه عثرة من جهة اللبس أو الكلام أو الحركة أو أي حاجة، تبقى هي سبب العثرة ليه. لكن ما ياما قديسات كانوا جميلات والأمراء كانوا عايزين يتجوزوهم، مش كده ولا إيه؟ هل الجميلة دي كانت عثرة للأمير ولا أبدا؟ ربنا عطيهم جمال. ويأتي الويل لمن يسبب العثرة، اللي تأتي بسببه، الآية صريحة، ويل لمن تأتي بسببه العثرة. إنما واحد بيعثر زي طالب متفوق جدا وطالب يعني العكس، فالعكس ده بيقول المتفوق يا أخي يا أخي عصرتني بالتفوق بتاعك ده، عقدتني. الله، طب هو المتفوق هو السبب ان التاني مش بس متفوق؟ ربنا خلقه كده، لكن مش هو السبب في العصر. السبب في القلب الغير نقي. القلب النقي يحب الخير للآخرين، فالركع على القلب من جوه. فكون ان اليهود كانوا بيعصروا بالمسيح لانه كسل للسبت، فالعيب فيهم هم مش في المسيح، حاش مش كده ولا ايه؟